مزيدا للتأكيد يقول السلام. منذ ميلادها وهي تسمعهم يهتفون ضد طائفتها بشعارهم المعروف، وأتى اليوم الذي عليها أن تضم صوتها إليهم. فكي ترى والدها السجين الحاخام يحيى يوسف، عليها أن تؤدي الصرخة وأن تردد ما تكره ولن ترى. تطلب مديرة مدرسة في العاصمة صنعاء تنتمي إليها الطالبة من تلميذتها أن تقنع الميليشيا الحوثية أن لها الحق في زيارة أباها، وأنها لا تكره أولئك الذين هجروها طفلة من إحدى مناطق عمران وسلبوها والدها وأمانها حين كبرت. انضمت أسرة الحاخام يحيى يوسف المختطف في سجون الميليشيا إلى مئات الأسر اليمنية التي تبحث عن أقاربها، وانضمت والدته ذات 70 عاماً إلى الآلاف من اليمنيات التي يتمنين رؤية وجوه أبنائهن الذين كبروا في سجون صغيرة. وتقول الأسرة من الطائفة اليهودية إنها لم تجعل الرحيل بين أولوياتها، فتلك قناعة من يقف الآن خلف قضبان الميليشيا. احنا نحبه إن قد سافرنا قبل سنوات، لأن كم يا أغراض يعني يغرونا بالأموال نحن نسافر أمريكا أو إلى بريطانيا، قلت لا يمكن أني أتخلى عن وطني مهما كانت الأمور. كل ما يقوله السجين وقد قاله من قبل لن يشفع له، ولن يبعث أي تعاطف لدى من يمتلكون البندقية ويعتقدون أنهم يمتلكون الحق أيضاً.